والنصر يتقدم على العين بهدف. يا سلام يا بندر، رجعت مرة ثانية أمام المرمى، الله على طريقة زهير بخيت وبرقم زهير بخيت، بندر الأحبابي الله عليك، خذ لايك وخذ إعجابي يا الأحبابي، الله عليك يا بندر، بندر تقدم، بندر لعبها، هذه كرات زهير يا ما سواها زمان، ذكرتنا يا بندر، الكرة الآن في شباك النصر الأحبابي، بصمة وإعجابي على أداك يا الأحبابي، مقصودة لعبة مقصودة مثل ما باغتهم السبع النصراوي، باغتهم السبع العيناوي. يلعب على طول تاني الهجمة المرتدة السريعة، تمشي كرة تاني عن طريق الجزء الفضائي، الجزء الفضائي ملابة، ملابة خطيرة جدا، عدي عدي سدد، شوط عالمي، جول جميل، جول جميل جميل جميل، أنا موجود موجود موجود، الله 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 الله، هدف هدف هدف، فيديو كليب جميل، هدف فيديو كليب جميل، يتقدم نادي الوحدة بهدف عن طريق اللاعب أحمد عامر، هدف ممتع ممتع ممتع، يتقدم بهدف جميل الوحدة، هو ده الكلام. شوف قيمة وعظمة حارس المرمى، هو اللي عمل سبيد اتاك، الكاونتر اتاك، شوف الرقابة هنا بالنسبة لنادي الوحدة، شوف دخل فارس جمعة، باع نفسه باع نفسه، دخل جوه مع ملابة، استلامة جميلة على فخر بكوادره، كرة ملعوبة في المرمى، نصراوي، هدف نصراوي، العميد يتقدم والسبع ردها لك، السبع ردها لك يا خالد عيسى، صديت البلنتي لكن الفاول جول، النصر يتقدم والفار راح يتدخل، النصر يتقدم والفار راح يتدخل، هدف نصراوي، مسعود حسن يشير على أن الكرة تجاوزت المرمى، هل هي بكامل محيطها أم لا؟ خلونا نتابع ونشاهد. من وجهة نظري قبل أي شيء أنا أقول يمكن ما عدت الهولنديين بصورة كبيرة، كرة من جانب سيريرو، شوف دفاع متقدم من جانب فريق نادي الوصل، وخطيرة علي علي علي، الله، لكن تسلل تسلل تسلل، هذه الفرحة اللي ما اكتملت للجزراوي، هذه الفرحة اللي ما اكتملت عند الجزراوي، لأن تترك اللعبة في القانون الجديد، خلي اللعبة تكمل، كمل اللعبة وبعد ذلك يكون لكل حدث حديث، هذه الكرة لما طلعت من القدم من القدم، أوه. الله يبغي لها عودة للفار، يبغي لها عودة للفار، يبغي لها عودة للفار، عن الدفاع يكتفي بلعب ارتكاز واحد علي سالمين، كرة جميلة، الله الله الله، يا أخي أنت عندك الساحر، عندك الساحر، الساحر ليما، الساحر ليما، يعيد الوصول ويعيد الإمبراطور، استلام استلام استلام، خيالي والخيالي الخيالي الخيالي، ليما ليما هنا، يا استقبلها بهذه الصورة الراقية وانهاها بصورة أرقى أرقى أرقى، من نفس البلد من صربيا، ضربة حرة مباشرة، الله الله الله، الصواريخ صربية خيالية، خيالي في توقيت في توقيت، هذا المدافع اللي تحتاجه في أوقاتك الصعبة، الخطأ من مندس تخطي في هذا المكان، الله 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 الله، في زاوية ما قبل مركزين طبعا من المؤخرة، وهنا لياندرو 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 لياندرو، يضع هدف في المرمى، البرتغالي ينهي
وليلى ليلى باللون البرتقالي يا أيمن، هدف يسجل في مرمى خور فكان في مرمى النسور. البرتقالي يتقدم بالهدف الثالث، لاحظ مجهود فردي عدى فيه من ثلاثة لاعبين. لياندرو يضع الكرة على يمين حارس المرمى تيدا، لياندرو يعبر بشكل ممتاز. لاعبين الآن شكرو مثل اللاعب اللي يلعب في أكثر من مركز، مثل اللاعب اللي ممكن يلعب جناح وصانع وأحيانا هداف. الآن تأتي وصلت إلى إيغور، وقف سيطر الرقم 10، يحاول إيغور كورنادو الآن يصنع، كايو استلم، كايو وقف، كايو صوب، يا رب البطل في لحظة من الممكن له أن يستعيد الذاكرة، لحظة واحدة فقط بالرأس كانت في القائم بالقدم، انتظرها في المرمى، انتظرها في المرمى. يا له من تعويض، يا له من تعويض. حامل اللقب يظهر في لقطة، وأي لقطة يا كايو، الله على الصناعة كانت من إيغور، تصرف وأبعد الكرة، الاستلام، الوقوف.